السلام عليكم، معكم إبراهيم سنجر في فيديو جديد. زي ما بيتقال بالمثال يتضح المقال، في الفيديو ده أنا هتكلم على مواصفة شاشة معينة من البراند MSI، وفي نفس الوقت هنجاوب على سؤال أو هناخد الشاشة دي كمثال من خلالها نجاوب على سؤال كنت اتسألته قبل كده لما كنت بتكلم على شاشة أو مواصفة شاشة تانية، الفرق أو هي المعايير بتاعة الكالر سبيس اللي موجودة في الشاشات. هتلاقيني في اوقات كتيره جدا كل ما بتكلم على مواصفه شاشه بقول لك الشاشه دي الاس ار جي بي بتاعها ككالر سبيس بتتمثل برقم معين، الادوبي ار جي بي ليه رقم تاني، الدي سي اي داش بي 3 ليه رقم تالت. طيب انا المعايير الثلاثه دول ككالر سبيس لو انا بشتغل ايه، فاركز في انهي رقم او في انهي مصطلح فيهم او في انهي نوع من انواع الكالر سبيس من الثلاثه دول. فانا من خلال شاشه ام اس اي اللي هكلمك عليها النهارده هحاول افرق لك بين الثلاث، او هحاول اقول لك تراعي انهي معيار من الثلاثه او معيارين اعتمادا على انت بتعمل ايه في شغلك. الفتره الجايه هنلاقي بروتوفوليو كبير جدا من شاشات ام اس اي، هنلاقي شاشات كتيره متوفره في السوق باحجام مختلفه ومواصفات تانية. بس الميزه اللي في الشاشه اللي انا هكلمك عليها النهارده زي ما بيتقال كده من كل فيلم اغنيه، اي حاجه انت بتتمناها موجوده في الشاشه دي، بداية من الحجم بتاعها، وكمان لما بنبص على الريزولوشن بتاعتها، نوع البانل المميز، ريفريش ريت في المتناول. بس عشان اكون واضح معاك، عشان لو انت هتكمل الفيديو معايا لحد الاخر، الشاشة دي لو انت هيفي جيمر فالشاشة دي مش هتبقى طلبك، انت هتبقى محتاج شاشة كريفريش ريت اعلى من كده شوية. موديل الشاشة اللي هنتكلم عليها النهاردة من شاشة من براند ام اس اي هي شاشة ام اس اي من البرو سيريز، هي الام بي ال 273 كيو بي الاي 2. الشاشة دي بتعتبر ابجريد لموديل كان موجود قبل كده اللي هو البرو الام بي ال 273 كيو بي. الاي 2 دي هي تعتبر ابجريد للموديل اللي كان موجود قبل كده، لان الشاشة اللي كانت موجودة قبل كده كانت بتنزل بريفريش ريت قليل 75 هرتز. الشاشات دي خلاص مش هنشوف تاني شاشات 60 هرتز و75 هرتز، احنا في اتجاه ان الريفريش ريت ده يتلغي. كمان الشاشه ال 273 كيو بي كانت بتنزل ببيت ريت قليل، ريفريش ريت قليل، فالشاشه دي مميزه جدا افضل منها في كل المستويات، ودي حاجه مهمه جدا انك تطور في المنتج بتاعك طول الوقت. عشان كده لقينا الفتره دي ان شاشات ام اس اي منتشره بشكل كبير جدا في سوق مصر، بروتوفوليو كبير، موديلات مختلفه، مواصفات مختلفه، وبالتالي اسعار مختلفه. قبل التفاصيل، إذا ما كنتش مشترك عندي في القناة اشترك، جرس التنبيهات فعله على الكل عشان فيديوهاتي توصلك أول بأول بمجرد نزولها. شفت الفيديو عجبك ما تنساش تعمله لايك وشير على صفحتك. ندخل في التفاصيل. وجهة نظري حاجة مهمة جدا إنك تبقى حافظ أو عارف موديل الشاشة اللي أنت بتشتريها، لأن كل رقم وكل حرف موجود في أي موديل من موديلات الشاشات عموما بيبقى ليه دلالة معينة بينعكس على مواصفة الشاشة. الشاشة اللي معانا النهاردة هي من براند ام اس اي، من شاشات البرو سيريز، لأن ام اس اي عندها سيريز تانية كشاشات. موديل الشاشة هو ام بي 273 كيو بي اي 2. لما تلاقي اي 2 في أي موديل من موديلات شاشات ام اس اي لازم تبقى فاهم وعارف ان الشاشه دي كانت موجوده قبل كده بشكل معين بمواصفه معينه، ام اس اي حسنت او علت من جوده او من مواصفه الشاشه دي وبدات تنزلها تاني بنفس المسمى او نفس الموديل مع زياده الاي 2. لما تشوف الاي 2 تعرف ان الشاشه دي مواصفتها اعلى من الموديل اللي كان موجود قبل كده، زي ما حاصل معانا في شاشه النهارده ام بي 273 كيو بي اي 2 اللي بتنزل ببوصه او حجم 27 بدقة وضوح أو ريزولوشن 2K، يعني بتتمثل بعدد بيكسل 2560 في 1440 بي اي، ودي ريزولوشن مناسبة جدا لشاشة بحجم 27 بوصة، بتقدر تحافظ على تفاصيل الصورة وتقدر تحافظ على حدة وجودة الصورة بتاعتك، لأن أنت الشاشة بتاعتك بتتمثل ببيكسل بير انش بعدد 109. الفريم اللي أنت بتشوفه ده بيتمثل ببيكسل بعدد بيكسل معين، البيكسلز دي بتكون لك الفريم، عدد فريمز معينة في النهاية انت بتوصل للصورة اللي انت بتشوفها على شاشة الكمبيوتر بتاعك. الشاشة نازلة بنوع بانل مميز جدا، هو اكتر نوع بانل متوفر دلوقتي في شاشات الكمبيوتر في السوق، نوع بانل معظم الناس شغال عليه، كل الناس بقت تحبه وفاهمينه وعارفينه، هو نوع بانل هو IPS او In Plane Switching. البانل ده مميز جدا كدرجات الوان، ككمان ككونتراست،
زوايا رؤية مميزة 198/178، بتقدر تشوف الصورة بنفس الجودة من أي زاوية من الزوايا، فهو نوع بانل مميز جدا وهو IPS. الشاشة كريفريش ريت أو معدل تحديث هو 100 هرتز، بالتالي لو أنت هيفي جيمر الشاشة دي انا ما انصحكش بيها، لسبب لان هو الريفريش ريت بتاعها قليل، كمان هي بالتارجت البيزنس او اكتر منها جيمنج مونيتور. يعني لو انت عاوز جيمنج مونيتور فهتلاقي موديلات تانية عند ام اس اي نازله بريفريش ريت اعلى من 100، بس لو انت مش هيفي جيمر، لو انت مثلا بتشتغل على الكمبيوتر بتاعك اكتر بيرسنت مثلا 70 80% 90%، بتلعب لك ساعه ساعتين في اليوم، فانا شايف ان ريفريش ريت 100 هرتز ده هيبقى كافي جدا بالنسبه لك، لان انت ما تنساش ان انت معاك شاشه تفاصيلها عاليه جدا اعتمادا على الريزولوشن بتاعتها. فانا ما عنديش مشاكل، انا بلعب باخد تفاصيل، باخد صوره جودتها حلوه جدا بمعدل تحديث او ريفريش ريت 100 هرتز، فانا الشاشه بتاعتي لو هتطلع لي 100 فريم فانا مش محتاج اكتر من كده، خصوصا لو كارت الشاشه بتاعتي برضو يعني مش احسن حاجه. يعني انا لو انا كارتي 40 60 30 60 الكروت دي، فال 100 هرتز بريزولوشن 2K تبقى مناسبه جدا للكروت اللي انا بقول لك عليها دي. معدل تحديث الشاشه زي ما قلت لك 100 هرتز، نازله بريسبونس تايم او سرعه زمن استجابه هو 1 ام اس ام بي ار تي او 4 ام اس جي 2 جي. برضو زي ما قلت لك الشاشه مش بالتارجت الجيمر، فبالتالي يكون انها تبقى 4 ام اس جي 2 جي، فده رقم عادي جدا موجود في الشات جيمنج تانية كتير، فهو 1 ام اس ام بي و4 ام اس جي 2 جي. دي تقريبا معظم التفاصيل اللي الناس من خلالها بتشتري الشاشات. لما تيجي تبص مثلا على حاجة تانية في الشاشة زي الكونتراست ريشو بتاعتها هي 1300 لواحد، وده رقم كبير جدا مقارنة بشاشات تانية، فبالتالي ده بحافظ لك على درجة ألوان الشاشة، بحافظ لك على درجة الوضوح بتاعة الشاشة. زي ما قلت لك انت بتقدر تشوف الشاشة بسبب نوع البانل بتاعها وبسبب الكونتراست بتاعها من اي زاوية او من اي جنب. شاشة ام اس اي الام بي 273 كيو بي اي 2 هي ادجستبل وبتتحرك في كل الاتجاهات، بتقدر تحرك الشاشة اب داون لحد 130 مللي او 13 سنتي، بتقدر تلف الشاشة ناحية اليمين والشمال بزاوية 45 درجة، أقل درجة إمالة كتلت 5 وأكبر درجة إمالة في الشاشة 20. الشاشة كبيفت بتقدر تشغلها بزاوية تعامد 90 درجة. بالنسبة للمخارج اللي موجودة على الشاشة، الشاشة فيها مخرج HDMI عدد 2 إصدار 2.0، وكمان مخرج ديسبلاي بورت اللي بيدعم ال HDR400 اللي موجود على الشاشة، الهاي دايناميك رينج أو الهاي دايناميك ريزولوشن. إصدار الديسبلاي بورت 1.2A. كمان الشاشة فيها سبيكر، فيها سماعتين بقدرة أو 3 واط، ده طبعا حاجة مفيدة جدا لو أنت لو في فيديو كونفرنس عندك مثلا، لو أنت شغال فيديو إيديتنج فده هيغنيك إن أنت تركب سبيكر على الجهاز بتاعك. الشاشة الستاند بتاعها بتقدر تركب عليه، بتركب عليه لو أنت عندك مثلا ميني بي سي من البراند ام اس اي، بتقدر تركب الميني بي سي ده على الستاند برضو بتاع الشاشة، فالشاشة بتاعتك على الديسك مفيش غير كيبورد وماوس وشاشة، فتحس ان الدنيا مهندمه على الديسك بتاعك، مش منعكشه ولا حاجه. بالنسبه كمان البيت ريت في الشاشه هو 10 بيت ريت، عباره عن 8 بلس 2، الشاشه بتدعم الفريم ريت كنترول، ودي طريقه زي ما قلت لك قبل كده بتولد لك طبقات الوان لما البكسل يجي يتحول من لون للتاني. عشان كده الشاشه هي شاشه بروفيشنال، بتعتبر شاشه بيزنس اللي البرودكتيفيتي بتاعتها عاليه جدا. نيجي بقى لبيت القصيد او نبص على الكالر سبيس اللي موجود في الشاشه. الكالر سبيس احنا بنقدر من خلال الكالر سبيس في ثلاث معايير بنقيس بيهم الكالر سبيس بتاع اي شاشه. انت عندك في اول معيار هو الاس ار جي بي، في معيار تاني هو الادوبي ار جي بي، المعيار الثالث هو الدي سي اي داش بي 3. الكالر سبيس او المساحه اللونيه للشاشه من خلال الثلاث معايير اللي انا قلت لك عليهم دور مهم جدا النهارده في الديجيتال ميديا. الكالر سبيس هي اللي بتحدد النطاق وكمان دقه الالوان اللي انت ممكن تعرضها او تصورها او تطبعها. عشان كده لازم تبقى حريص جدا وانت بتشتري الشاشه بتاعتك تختار الكالر سبيس المناسب لشغلك اعتمادا على المعايير الثلاثه اللي انا قلت لك عليها. اول معيار هو الاس ار جي بي، اس دي من ستاندرد، الار هو الريد اللون الاحمر، الجي هو الجرين اللون الاخضر، والبي هو البلو اللون الازرق. اي درجه لون تانية بما فيهم اللون الابيض والاسود بيبقى عباره عن ميكس ما بين لونين او الثلاث الوان. الاس ار جي بي هو الكالر سبيس او الديفولت كالر سبيس لمعظم او تقريبا لكل الديجيتال ديفايسز، شاشات الكمبيوتر والسمارت فون، تم تطويره من خلال شركه اتش بي ومايكروسوفت سنه 1996
عشان يكون هو المعيار اللي بيقيس الالوان على كل المنصات. الاس ار جي بي ككلر هو او ككلر سبيس بيغطي حوالي 35% من الفيزيبل كلر او المساحه اللونيه اللي عينيك بتقدر تشوفها او تتعامل معاها. بيتمثل في شاشه ام اس اي الام بي 273 كيو بي الاي 2 بنسبه او برسنت 118%. طيب انا لو بشتغل ايه لازم اراعي الاس ار جي بي؟ لو انت المحتوى بتاعك بيتعرض على الويب فانت لازم تاخد بالك من الاس ار جي بي او تراعي ان الاس ار جي بي في الشاشه بتاعك عالي. المعيار الثاني وهو الادوبي ار جي بي، تم تصميمه من خلال ادوبي سيستم سنه 1998 عشان يغطي لك او يوفر لك مساحه لونيه اعلى من الاس ار جي بي. الادوبي ار جي بي بيوفر او بيكفر 50% كفيزيبل كلر، مساحه لونيه او طيف لوني عينيك بتعرف تتعامل معاه. الادوبي ار جي بي في شاشه ام اس اي بيتمثل ببرسنت 93%. طيب لو انا بعمل ايه او بشتغل ايه فانا لازم اراعي الادوبي ار جي بي ويكون البرسنت بتاعته عاليه في الشاشه بتاعتي. لو انا مثلا الديزاين بتاع اللي انا بصممه ده انا هطبعه فلازم اراعي الادوبي ار جي بي في الشاشه ويبقى عالي. لو انا مثلا بتعامل مع هاي اند فوتوغرافي مثلا فلازم اخد بالي من الادوبي ار جي بي كبرسنت في الشاشه اللي انا بشتريها. اخر معيار معانا وهو الدي سي اي داش بي 3 اللي تم تطويره سنه 2007 من خلال سوسيتي اوف موشن بيكتشر اند تلفزيون انجينيرز فور ديجيتال سينما اند فيديو اديتنج. اي حد متابعنا يا جماعه ممكن ينزل بالترجمه. الدي سي اي داش بي 3 كفيزيبل كلر بيعتبر وسط ما بين الادوبي ار جي بي وما بين الاس ار جي بي. الفيزيبل كلر بتاعته 45% وده بتارجت اكتر الفيديو اديتنج، كمان بتارجت ال HDR content وكمان الديجيتال سينما. فانت طبعا في شاشه ام اس اي موديل الام بي 273 كيو بي اي 2 بيتمثل ببرسنت 93%. فهي دي المعايير الثلاثه ككلر سبيس اللي انت من خلالها ممكن تختار الشاشه المناسبه ليك. زي ما قلت لك الكلر سبيس في الشاشه الاس ار جي بي بتاعها 118، الادوبي ار جي بي 93%، والدي سي اي داش بي 3 هو 93%. ال sRGB بتارجت لو انا شغلي انا هعرضه على الويب، لو انا مثلا هطبع الحاجه دي فانا لازم على بانر بره فانا لازم اراعي الادوبي ار جي بي يبقى البرسنت بتاعه عالي في الشاشه. لو انا بتفرج على فيديوهات او الفيديو اديتنج بتاعي او متصور بكاميرا بتدعم ال HDR فانا لازم اراعي ال دي سي اي داش بي 3. ده ملخص سريع عن شاشه ام اس اي. يا رب الفيديو يكون مفيد. اذا ما كنتش مشترك عندي في القناه اشترك، جرس التنبيهات فعله على الكل عشان فيديوهاتي توصلك اول باول بمجرد نزولها. شفت الفيديو عجبك ما تنساش تعمله لايك وشير على صفحتك. اذا كنت حابب اتكلم على حاجه الفتره الجايه ممكن تسيب الكلام ده في تعليق. نشوفكم في فيديو جديد والسلام عليكم.